جهد الشكل النضالي والسياق ديالو يعني والمطالب ديال السي دي تي فيما يخص الوضعيه اللي كيعيشها يعني التعليم الان. السي دي تي دائما حاضره في الميدان من التراكم النضالي القديم بدءا من الثمانينات الى الان دائما حاضره جميع المعاني وما عمرها تخلت على المطالب ديال الشغل سواء التعليميه او غيرها من العمال في كل القطاعات. لحد الان قدمت شهداء معتقلين ومتابعات لحد الان. حاليا التنسيق الخماسي هو تنسيق ناجح وكاين استجابه ولا تخلي على المطالب. نعم، وما هي المطالب اللي كيرفعها يعني السي دي تي يعني بهذا التنسيق الخماسي؟ التزام باتفاقيه السابقه 29/2019 ثم اسقاط التعاقد. اسقاط التعاقد سيجي لان التعاقد لا يصلح في قطاع التعليم، ممكن يكون في قطاعات اخرى لكن في التعليم لا يصلح. واستمرار في التصعيد حتى تحقيق المطالب كامله. التعاقد والتراجع على التقاعد. كنشكروا كانت انفو على رئيس السعادة. هذا زمان المقاطعة
غلط من قوي خلعوا نظارك هيا يا أستاذ ويا رمز البلاد، هيا يا أستاذ البلاد،
ويا رمز التجديد وهي يا تلميذ ويا رمز التجديد وهي يا فتاة ويا رمز الحياة وهي يا فتاة يا رمز الحياة وهي يا عمل ويا رمز النداء وهي يا عمل ويا رمز النداء مطرات هيا يا مطرات ويا رمز الصمود وهي يا مطرات يا رمز الصمود ومن وسط الأقسام ويخرج التوار ومن وسط الأقسام يجمع التوار شوفوا شوفوا زيد تشوف Yeah.
رمشطون وكايدوي في التليفون وبغى يدي الخبار سخون وقل لهم صامدون وقل لهم مستمرون